أعلنت لجنة العفو الرئاسي إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطيا وفقا للقواعد المنظمة لعمل اللجنة. وأشارت لجنة العفو الرئاسي إلى أنها مستمرة في عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. وأكدت اللجنة في بيان استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعيا، وذلك بالتنسيق المستمر مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.